لك يا داليا على حب مصر وانتمائك لمصر اللي انت اكتشفتيه من اول نزوله في المظاهرات. عارفه في ساعات ستات ما يحبوش اطفال، ولكن اول عينها ما تبص على بيبي مولود تاخده في حضنها وتحبه قوي. اكتشاف انتماء لمصر شيء عظيم، مش واحد عنده انتماء من الاول وكان نام وصحى وصحى، لا ده اتولد مزروع جوانا، اتولد وانتعش فجأة. ايوه يعني ده شيء حلو قوي قوي. بصي حضرتك، البلد دي فيها قدرة غريبة انك مهما تسافري ومهما تروحي. يعني انا كان في موقف طريف جدا حصل لي السنة اللي فاتت. انا بسافر اجازة شهر، بروح مرة قبرص مرة ايطاليا، وفي مرة طولت شوية قعدت شهر ونص وانا مأجرة عربية، وعربية شيك في قبرص ولطيفة، وفجأة رحت شغلت اغنية اهل كايرو وبقيت بعيط عايز ارجع. ايوه جوزي بيقول يعني انت في حته شيك وراكب عربيه كونفرتبل ومشغله اهل كايرو وساحب الدموع. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني عايز ارجع عايز اسالك سؤال يا داليا، انت النهارده طبعا درستي بره. ايوه تمام. ورجعتي مصر اشتغلتي، ايه الحاجات اللي انت كنت شايفاها انك انت عايزه تحققيها في بلدك ومش في اي بلد تانية؟ بصي انا هقولك بمنتهى الصراحه، لما انا رجعت ما كانش مسألة تحقيق حاجة في بلدي قد ما كان في فرص في الفترة دي، كان في فرص كويسة لشغلي في البلد. يعني احنا مصر، انا بشتغل في اكبر قطاع المفروض قطاع الاستثمار العقاري. أي. ده تاني اكبر قطاع بعد السياحة بالزبط. ففي الفترة دي لما رجعت كان في مجالات كتيرة جدا، وكان عندي شغل كتير جدا. فكانت مجرد حاجة بيزنس حسابية بحتة. يعني أنا كنت راجعة شايفة فرص طبعا. لان خدي بالك انه كنت عندك الريسيشن او اللي حصل في الاقتصاد العالمي بدأ في اوروبا وامريكا، الانهيار بدأ قبلينا بكتير. احنا عندنا مشكلة الثورة بس أيه. هم بقالهم بتاع 7-8 سنين بيعانوا من الموضوع انهيار كامل. تمام. فانا كنت بفكر انه لا، انا عايزة فرصة استثمار عندنا هنا كومباوندز في مصر وفي شغل كتير، ففي مجال ليا محسوبة بالورقة والقلم بمنتهى الصراحة. نجاح بس عشان اعمل بيزنس واعمل شغل ليا. طيب. هو ده اللي رجعني. طب لكن لما جيتي وشفتي زي ما انت قلتي ان التعليم، انت حاسه ان التعليم ممكن ينتفعوا بارائك فيه بان هم يغيروا الاسلوب اللي هم ماشيين بيه. ما انا هقول لحضرتك، انا بقالي مثلا 2-3 سنين عندي طموح ان انا اغير حاجات معينه نفسي اعملها للبلد. أي. يعني انا سبب دخولي هندسه عماره، انا ما كنتش داخله هندسه عماره، كنت داخله كمبيوتر ساينس. ودخلت بسبب سؤال واحد دكتور سأله لي، قال لي انت ايه اللي عاجبك في اسكندريه؟ كنت طفله يعني، قلت له البيوت شكلها حلو بمنتهى العفويه. قال لي وايه اللي مش عاجبك؟ قلت له ان بقيه البيوت مش شبه البيوت اللي شكلها حلو. وهي دي دلوقتي قضيه من قضايا حياتي، الهويه المعماريه المصريه، ما عندناش هويه بالظبط. فدي من ضمن المشاريع. او كان عندنا هويه وفقدناها. احنا هقول لحضرتك، احنا مصر دي عباره عن زي بولة كده، خليط فيها كل الحضارات اللي في الدنيا، فيها كل حاجة في الدنيا عدت عليكي فيها. أيوة فيها كل الحضارات اللي مرت عليك، فعشان سبت بصمتها على كل شيء. فعشان كده دي كانت من ضمن المشاريع اللي اشتغلت عليها. لما جيت واشتغلت في مصر وبقيت عين بقى خريجين جداد، بقيت ألمس بنفسي مشكلة التعليم جاية منين. شوية بشوية تحمست أكتر أيام الثورة، إنه حلو قوي إن أنا أنزل أقول أنا عايز أعمل حاجة لمصر، بس الألطف إن أنا أعمل حاجة. هنعرف بعد الفاصل اللي هتعملي إيه؟ تعملي إيه في مصر وتقدري إزاي تترجمي انتمائك لمصر. بعد الفاصل خليكم معانا على راديو 90-90، وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام. وانتوا بصحة وسعادة على الراديو 90-90. ومكملين حلقتنا النهاردة من وانتوا بصحة وسعادة. وسؤال حلقة النهاردة بيقول: هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ هستنى إجاباتكم عليه على 91.9. معانا لسه طبعا ضيفتنا النهاردة اللي مشرفانا داليا السعداني. داليا، أنا كنت عايز أسألك، بما أنك أنت طبعا خطي مجال المقاولات، وده يعني مجال يعتبر للرجال فقط زي ما بيقولوا، وأكيد واجهتك مصاعب كتير جدا، بما أنه هو للأسف أنت قلتي لي في الفاصل أنا اتصدمت أنه هو مجتمع ذكوري بحت، بس أنا خدت التجربة دي بكل مصاعبها. احكي لي عن التجربة دي. بصي يا همسة، أنا معظم المصممين في مصر بياخدوا
الناحية اللطيفة الرقيقة اللي في المكتب يعملوا تصميمات ويسيبوا الجزء بتاع وقف المواقع والتنفيذ ده للرجالة، يعني سواء مصممين رجالة أو ستات، دايما الديزاينرز شايفين ان هم ما يشتغلوش في مجال المقاولات. أنا بطبيعتي طول عمري أحب أعمل الحاجة اللي أنا اللي في دماغي يعني أنا متخيلة حاجة أحب أشتغل عليها بإيدي. أيوة. لدرجة أن أنا أول ما رجعت مصر أخدت رحت الورشة بتاعت نجارة وبعرف أدق قيمة بإيدي. قعدت 3-4 أشهر كده بشتغل بيدي وليس بيد عمر. حبيتها يعني أنا بحب الحاجات اللي بإيدي. أيوة ممكن تلاقيني واقفة على سقالة بعمل شوية باتينة كده في كورنيشة أو حاجة أنا بحلها. بس يعني عندك مقدرة أنك تتعاملي مع العامل. ما هقول لحضرتك بقى. ما انا هقول لحضرتك دي بقى الصعوبات انه انا اكتشفت طبعا ان ده مجال ذكوري بحت، مجال المقاولات، لانك بتتعاملي مع فئه من الاقاليم ما بتفهمش يعني ايه تاخد اوامرها من واحده ست. طبعا اتحاربتي جامد في الاول وفي الاخر انت ست. انا الست دي هي اللي بتدينا امر ليه يعني ده وحتى لو كان هو عامل بسيط. فمع التجربه ومع الخبره، خدي بالك ان انا اول شركه فتحتها كان عندي 19 سنه كنت لسه في الكليه واشتغلت في كده وتعلمت الادب. قلت لا ما احبطكيش الموضوع ده وقالك وقلتي لنفسك انا مش عايزه اعيش في البلد دي وعايزه اسافر. لا عمر ما كان عندي الاوبشن. ما اعتقدش مش كنتي فايتر كنتي. لا انا هقولك على حاجه، انا طول عمري بقول اكن الفضل لكل الناس اللي حاربتني اكتر من الناس اللي سندتني. الله عليك. لانه زي ما تقولي بيحط قدامي كده حته تحدي. ما هو ده كل ما كان في، انا لسه قايله لك ايه قبل ما ندخل. ايوه كل ما كان في عقبات وكل ما انت حاولتي تفنديها صح. كل ما انت قويتي صح. ده مهم قوي قوي. لكن كله سهل وحلو كده انا هتزهدي في الحاجه. انا ما بحبش كده ابدا. هتزهدي في الحاجه. فانا بقول لحضرتك ان كل ما يعني انا مثلا اول ما بدات انجح الفتره اللي فاتت لقيت كم ناس بتحاربني يعني يا جماعة طب طلعوا الطاقة السلبية دي. الحقيقة يا داليا بصي بقى يعني معلمة مقاولة واسمها داليا السعداني وشيك وجميلة وأنيقة زي كده وجاية من إيطاليا بلد الموضة. يعني ما انت شبه المعلم حوكسة يعني انت ما انا بقول لحضرتك لقيت ان في ناس يعني انا بزعل قوي لما الاقي في طاقات كتيرة جدا مضيع مهدرة في انه يطلع طاقة سلبية عشان يهاجمك ويقلل منك بدل ما يحاول يكبر نفسه وينجح أحسن منك. أخدتي وقت قد إيه في الحتة دي لغاية ما وصلت اللي أنت عايزة؟ هقول لحضرتك هو من أول ما حطيت في دماغي إن أنا عايزة أوصل لده بنتكلم في 15 16 17 سنة بشتغل زي الطور في بس ساقي. وصلتي للي أنت عايزة. عمر حضرتك ما بتقدري تقولي ان هو ده اخري زي ما هو بتعملي فيلم او مسلسل لا. وتقولي لسه ما عملتش احسن. طموحها ملوش حدود يعني. بس وصلتي لحد ما للطريق اللي انت عايزه. الحمد لله. بالظبط هو ده. الحمد لله. نطلع فاصل الكلام بيحلو بس تلاقي فجأة لازم نطلع فاصل. ظريف يلا نطلع فاصل ونكمل كلامنا على الراديو 90 90 ومعاكم لسه رجاء جداوي وهمسة إمام وانتوا بصحة وسعادة. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة إمام. على الراديو 90 90 وانتوا بصحة وسعادة. لو اتكلمنا عن أنانية البشر، كل واحد صاحب أرض عايز يستغل كل شبر فيها، كل واحد عنده حتة أرض على البحر عايز يبني 10 أدوار ومش مهم اللي وراه إنه يستمتع بالبحر أو يشم هوا البحر. النهاردة هندسيا أنا ما بشوف شواطئ اسكندرية بزعل قوي قوي قوي. الناس اللي في الصف التالت اتحرموا تماما من البحر، ما بالك بقى بالصف الثالث والرابع والخامس. أي واحد عايز يشم الهواء لازم ينزل من بيته يا إما على رجليه يا إما ياخد عربية عشان يروح لغاية البحر. نعمل إيه عشان نبقى زي البلاد اللي عملت مدرجات على الشواطئ عشان كل الناس تستمتع؟ وبعدين عايزك تقولي حاجة تانية كمان. ببقى ماشية في الشارع وفجأة ألاقي بلكونة برتقاني وجنبها بلكونة خضرة وشيش برتقاني ومش عارفة، وكأن صاحبها بيقول للراجل اللي هيجيله أصلك مش هتوه بيتي هتعرفه على طول لأنه أوحش بيت في الشارع. يعني ليه ده غير ليه؟ المسافات الضيقة كمان يا مدام رجاء والعمارات اللي كشفة بعضها قانونا المفروض 3 متر بيسيبوها يمين وشمال ما بقاش فيه. فقوليلي بقى إيه الحل؟ هقول لحضرتك ده في مشروع أنا شغالة عليه اسمه وجه مصر بيخاطب كل اللي حضرتك بتقوليه ده. إحنا عندنا قوانين بس عندنا كم استثناءات
فلان يعرف فلان هيعمل له استثناء عشان يعمل اللي هو عايزه من تحت الترابيزة. طبعا حضرتك برا ما تقدريش تقصي شجرة الا بعدين الشجرة دي كانت بتأذي رؤية جارك. في لجان اقوى من المجالس المحلية اللي يكسر شجرة كأنه قتل بني آدم. وعايز اقول لحضرتك واوروبا صارمة جدا ما تقدريش تدهني درجة لون مختلفة من غير موافقة لجنة معينة. في اليونان التند في العمارات موحدة. ما انا بقول لحضرتك انا هدفي ان احنا نعمل في تونس يا مدام رجاء. يا سلام على البياض. انت النهارده بتدفعي وهي بلد عربي انت بتدفعي على وصل الايجار 2.5% ايوه البلديه دول بيفترض ان كل سنه واجهات البيوت البلديه تبيض. يا سلام المفروض. ده المفروض ان البيوت دي تتبيض. صحيح هيبقى فيها من ورا اسود يعني زي الست اللي حاطه مكياج وسايبه لكن لازم يعني شوفي في عندك شارع عماد الدين في كام عماره يجننوا العمارة القديمة الحاجات الإيطالي دي اللي هي اللي العمارة الرينيسانس زي مصر الجديدة والباروك يجننوا وقالوا في وقت من الأوقات ما عارفش مين اشتراهم عشان ساويرس كان عنده مشروع عايز يدهن المنطقة زي سوليدار. مش الفكرة في الدهان مش اللون بس الحفاظ الصبغة المعمارية الشخصية المعمارية. احنا ما عندناش احترام للقوانين ودايما في استثناءات. لازم يكون في لجان صارمه جدا ما تسمح لكيش زي ما حضرتك بتقولي اقفل الوميتال عشان ابني عايز يذاكر في البلكونه بالزبط. او احط التكييف بالطريقه دي. فاحنا دلوقتي بنحاول نعمل المشروع ده ان احنا نجيب دكاتره من كليه الهندسه يرسموا لنا وجه مصر شكل المعمار هيبقى ازاي هيفعل امتى الكلام ده. بصي هو صعب جدا. الاسهل طبعا المباني الجديده الجزء اللي بالنسبه لي انا صعب ان احنا بنحاول نحققه ان احنا عايزين ناخد جزء من فلوس الضرايب. فطبعا الدولة بتيجي تقول لك لا ما اقدرش ادي جزء من الضرايب. انا عايزة افعل انه كل منطقة بدل ما بتدفعي ضرايب يبقى مخصومة من ضرايبك توضبي العمارة بتاعتك بالقوانين دي. لو قلنا اقتراح ما عارفش مجرد اقتراح ان كل الوزارات تطلع في منطقة خارج وسط القاهرة لازم منطقة بعيدة كل السفارات تروح في منطقة تانية ها؟ كل المدارس إلى حد كبير حضرتك ده مشروع في الأدراك بقاله من سنة 81 أيوة. كل ده هيخفف تماما. ممنوع البوتيكات ممنوع المحلات اللي فرشة بضاعتها على الرصيفة الجزم نسلة لغاية نص الشارع ممنوع الإجغال كل ده يباد تماما ونطلع فاصل.